يو، صباح الخير الدراري، معكم الموت حميد، فلوق رقم 8، المهم العشران اليوم عندي كشاف. غنتريني مع واحد الدري عنده 16 عام، ولكن كيعجبني في لونطري، ما كي بزاف كيتريني داك الدري. المهم الدراري، هذا هو الفطور ديالي، بديت فيه كاينين 5 ديال البيضات كاملين بالإقامة، بالربيع، بالثومة، بالبزار، كمون، تحميرة، كلشي، سكنجبير، قرفة، كندير الإقامة كاملة، و 200 غرام ديال الروز اليوم خصني نكعبي مزيان، و كاين هاد الشيكور هدا خديتو لهم الغدا، تا هو زوين فيه فيتامينات و كلش. هذا هو البلان، و اليوم غتشوفو سي حسن طنطنا مع داك الدري عندو 16 عام بزاف. المهم الدراري تقاشا مرفطو. المهم الدراري، كيما شتو ضربت روبا الأولى و روبا تانية موريتهاش ليكم، دابا غنعود غناخد نسيطرو ديال الحليب و جوج صابلي، هادو غنديرهم بحال قلت شي كولاسيون، شت بيهم الطريق شنو نوصل لاصال. المهم انا غدا باش معش حوايجي، غنلبس كارتي و نتقاشا بزاف. المهم الدراري، قبل ما نخرج بغيت نهضر معاكم في واحد البلان، على حساب الناس اللي كيقولك احسن وقيته ديال لونطريم، احسن وقيته ديال لونطريم صاحبي هي خاصك تكون الاقل ضارب جوج روباج، هي القليلة اقل حاجة تكون مدخل ثلاثة الوجبات. علاش؟ باش تمشي لاصال، باش طلع لك البومب، وتلقى القوة، فهمتي، تلقى الجهد، ماشي تمشي ضارب روبا وحدة تمشي فاشل وما غترينيش مزيان. بالنسبة للناس لي زاماتور، فهمتي، اما لي بروفيسيونيل راه عندهم بزاف ديال الدوايات لي كيدغيا كيطلعو لينيرجي و كيطلعو الألاعاب. المهم هدا هو البلان الدراري، ضرب جوج روباج هي اقل حاجة عاد تمشي تريني، واحسن وقت ديال لونطريمون 3-4 ديال العشية كتكون ضارب جوج روباج، ولا 3 كتجي كتعاود تدخل واحد الروباج، يعني الجسم ديالك يستافد مزيان. هذا هو البلان ديال الدراري، ودابا غنتريني مع واحد الدري 16 عام. الدراري هانتوما غتشوفوه كيتريني تبارك الله، وقيلا كيتسناني واحد لاصال، ولاصال بعيد شوية، انا غنعود ناخد اللعيبات اللي قلت لكم ونش الطريق ونتقاش. المهم العشران سيطرت حليبة وخديناه، دابا نمشيو ناخدو صابلي. المهم الدراري، ما لقيتش هذاك صابلي، خديت تيبلي حتى هو زوين، وما دا فيه كارب، قالك دير القمح. بابا انا الدراري ندير تعبئه ونرجع لك. بزاف كيسولوني كيقول لي يا خويا البروغرام ديال لونطريمون هادي، انا نعطيكم واحد البروغرام دابا، هانتوما ركزوا معايا مزيان. دابا منين كنترينيو الفخار، ولا بلا ما نجليش ندخل لكم دابا في سميتو، نقول لكم بروغرام هو نهار 2 كنخدم الفخار، 3 تريني الكشاف، 4 راحة، 5 تريني الدار، والجمعة تريني السدر. علاش؟ دابا حنا عارفين علميا، دابا ملي كتريني الفخار الجسم كينتج داك هرمون التستوستيرون، فوالا شتي دابا مفاهمين، والجسم ملي كينتج هرمون التستوستيرون يعني اي عضلة الغد ليه اللي غتخدمها غادي يساعد هذاك الهرمون باش تكبر، والعضلات اللي عانيدين هما الكشاف. اذا غتخدم الفخاد حسام وام ضرب الكشاف، هذه سهله. وفاش غنجيو الدراري الحاسه ديال الروب روبو اللي ما غتريني فيهم والو الراحه، اش غدير؟ غادي تاكل مزيان، غتكارمي مزيان. علاش؟ باش تحسن مورا عندك حاسه ديال الظهر، وملي كنخدموا الظهر ملي كتخدم اللومبير رافع الموميشه راه حتى هي كطلع هرمون التستوستيرون، يعني الحاسه اللي غتخدم مورا غتخدم السدر، شي سدر منين غتخدمو غيعطيك واحد النتيجه مزيانه وغادي تشيري فيه الفو. هذا بروغرام زوين دري مورا لي حتى شي واحد، وانا جبتو من راسي. علاش؟ ملي كتشوف الفخاد والسدر هما اللي كيطلعو هرمون التستوستيرون، يعني انا عزلت الميسك اللي عندي ضعيف، عزلت الكشاف عندي ضعاف، كنخدمو مورا الحصه ديال الفخاد. هذا هو البروغرام ديال الدراري، بروغرام زوين، وتبعوه واحد 3 شهور غيبان لكم فرق كبير، ماشي كبير، غيبان لكم فرق كبير بزاف. تبعوه 3 شهور وقلب عاوتاني، تقدر دير بلاصه الكشاف دير السدر، فهمتوا، تقلبوا في بلاصه الفخاد دير الظهر، يعني ما تبقاش غادي في نفس الروشين باش حتى الجسم ما يملش. هذا هو بلان الدراري. هذا في واحد لاصال بعيد بزاف، شي شحال غادي كتمشى وبوحدي
واش دير؟ المهم كتصور سخون، كتصور هو هذا غادي مزيكا تكون موتيفي مزيان. بلان زوينة تريني في سيلا صار بعيد عليك باش تحس بها تهرس سميتو. وخا غتجيك ديك البداية صعيبة ولكن ما كاينش مشكل، خاصك تريني. وخا يكون لاصال في جبل تدابي يقول يا لاصال في جبل لاصال زوين وين نطلع ليه نمشي نترين ما عنديش مشكل. تريح راحيت عامين ونص ما قاطع فيها شو نهار، مرات شي ايامات كنقطع للضرورة، اما باش انا نقطع حيت ما فياش ليه نمشي لا دير هذا بين عيني. شنو نوصيكم على الدراري اللي كنتو باغيين تريني وباغيين نطلعوا فورم راه خاصك تعب على ولا تعبتي على شي خبيه والله حتى توصل، والله حتى توصل. غتجيكم في الاول صعيبه ولكن غتمل هذه، ولكن والله حتى توصل. اي انا البارح كنت ضعيف ودابا الحمد لله بخير. البارح كنت فيه 75 كيلو الحمد لله، وكانت فيه مترو 88 75 كيلو عشكي كان بام حيش سلوق. ولكن لا مشينا تقاتلنا وربينا فورمة الدراري اللي بلا هذا يقول كيفاش اخويا توبازر. هادشي اللي نوصيكم على الدراري، ما تمسكوا ليه حتى شي واحد تريني ومزيان الارض وكولوا ليه الحديد ملي تخرج كول مزيان وان شاء الله صحيح حتى وما تكونش حساد ولا في السم شي اللي فيه السم عمره يوصل. لا والله انا الدراري دابا انا هز كاميرا وبنادم كيبقى يشوف كيقول هاد الدخون هذا شكيه يعني حنا كنفلوغيو باش هما يستافدو معانا ونعيشو معاكم داكشي اللي كنعيشو حنا. لا والله انا الدراري وباقي ما كليت ما والو، ما عنديش شهيه. دابا قربت لاصال غنجبد اللعيبات غناكلهم وندخل فرق على البار كشاف غنفرق عام ديال كم الدراري شي طريحت في الجرده باش ناكل هاد اللعيبه. علاش؟ انا عارف الاخر غيتعطل وانا عندي توقيت ديال فرنسا نحضر لاصال وهادي 5:30 ودير مع مع 5:30 وما جاش. يعني الدراري غنضرب هاد الروب هادي هنايا كولاسيون روبا سناك كيما غنسمها. المهم غادي تعطيني داكشي اللي بغيت. وحنا في الجرده الدراري جرده زوينه هنايا مريحين غنضربوا هاد اللعيبه هاديك وبقاو معايا. المهم الدراري انا ساليت دابا ولكن باقي لي الحليب غنشربو في الطريق ونمشي نشوف الدراري واقيلا كيتسناني. المهم جو زوين شوف جو زوين هادي الجرده ديال دربميره متقاشعو دابا الدراري. المهم الدراري اول اكزرسيس كنبدا به هو الشوفال. بزاف ديال الناس كيقولوا لي اخويا عندي صدر الفوق ضعيف بار كونتر مع صدر التحت. خويا احسن طريقه هو غتولي تخدموا جوج مرات، المره الاولى غتخدموا مع الصدر وفي الحصه ديال الكشاف غتبدا به هو الاول نيت غتسخن به الكشاف القدام. هذا هو البلان اخويا والطريقه كيف ماشي كتهود البارة كتقيس بها الصدر مزيان وكتثقل ضروري تدخل وكتطلع والنقاط من 6 حتى 12 وسيريات 4 سيريات هو اقل حاجه. هذا هو البلان. ومنين كنساليو الشوفال كندوزو الكشاف القدام بلا بار بهالطريقه الدراري. بزاف ديال الناس قليل اللي كيخدم هاد ليكزارسيس ولكن هذا راه مهم بزاف تخدمو في ليبر في بريطا فاش ما خدمتيه. مهم الطريقه كيف ماشي كتهود كتقيس الشوفال ديالك وكتطلع. فاش تطلع ما تسرحش يدك بزاف وما ترتاحش، غير طلع تقرب توصل يدك النقطة 90 غتعاود تهود. فهمتوا هاد ليكزارسيس راه مهم بزاف هو اللي غادي يفرق عليك الكشاف ديال بصح. حاولوا الدراري مره تخدم دروبسات مره سوبر ساج خدموا مع مويه ماشي من بعد. هذا هو بلان الدراري الطريقه بحالك كتنزل مزيان وضروري سيري الرابع تقل فيه مزيان ويكون موراك شي واحد ودير السنطه كاسي لومبير ديالك النقاط من 8 حتى 12 وسيريات 4 سيريات هو اقل حاجه الدراري. هذا هو البلان. ملي سالينا الكشاف قدام كندوزو الكشاف اللور. هاد ليكزارسيس كيقولو من اخطر لي ليكزارسيس على حساب الكشاف اللور كيضرب في العمود الفقري ولكن راه مهم بزاف طريقة بحال هكا كتهود البارة حتى للرقبة ديالك وكطلعها متسرحش يدك كاملة ومتثقلش بزاف. حاولو دراري متثقلوش وديرو السنطة
راه هاد الاكزيرسيس شويه خطر ولكن النتيجه ديالو بزاف هربان. ورابع اكزيرسيس كنخدمو هو هذا اللي كنساليو كتاف اللور، كندوزو لهذاك لي زالتير كيخدم لينا كتاف من القدام وكيخدم لينا كتاف من الجناب. المهم الطريقه كيف مشو ما كتزديش لي زالتير، كطلع وكتنزل، حاول ما تسرحش يدك باش ما يرتاحوش لك شي، ضروري تخليهم خدامين. والنقاط عندك من 10 حتى 12، والسيريات تجد سيريات ديما لي زالتير ما تفوتوش لاشي ديال السيريات. كنسالو الدراري كندوزو على ليكزيرسيس، كنخدمو سوبرسات. هاد ليكزيرسيس كيخدم كتاف القدام وكتاف من الجناب، مهم بزاف. كتخدم 10 ديال النقاط بحال هكا. منين كتسالي كندوزو ليكزيرسيس الاخر اللي هو هذا، كتهز الديسك بحال هكا وكطلعو حتى راسك، كتسكويزي مزيان حتى هو كتخدم فيه 10 ديال النقاط. هادي هي سوبرسات الدراري، حيت الكتاف من العضلات العنيدين، الا ما جيتيش تخدم سوبر سات دروب سات ما غاديينش يطلعوا، ضروري خاصك تعطيهم عصا العصا ديال بصح. هو البلان الدراري، الكتاف من العضلات اللي كيبغيو الخدمه والثقل والسوبر سات دروب سات. هو البلان كنساليو الدراري كندوزو لهاد ليكزيرسيس. هاد ليكزيرسيس كيخدم لينا الكتاف من الجناب، ولكن كيركز لينا بزاف على الكتاف اللور والترابيز، وكيتخدم معاه حتى الظهر، داك الطابلو ديال اللور كنخدموه سوبر ساج بحال هكا واقف. ملي كنساليو كننزلو شويه بحال الطريقه وكتطلع. ضروري الدراري تركزو بزاف، هاد ليكزيرسيس ما كيبغيش تقول كتخدمها بلي زالتير، وكيبغي لي بوين من 10 حتى 12، الا قدرتي كاع دير 15 بوين وبوا خفيف. واخر اكزيرسيس الدراري هو هذا، كلشي كيعرفو الوازو، انا خدمتو دروب سيرش بالطريقة اتقل وزن كنخدم بيه دروب سيرش هو هذا. كنخدم 8 ديال النقاط، كندوز عاوتاني كنهز لي خف منها كضرب بيها حتى هي 8 ديال النقاط. ملي كتسالي عاوتاني من هادي كدوز عاوتاني لي خف منها الطريقة كيف ما شتو، كتنزل لي زالتير جيش جيوبك او فقادك وكطلع مزيان، كتسكويزي وكتعود، حاول ما توقفش وما تحطش يدك، ما تحطهمش على فخادك. هاد ليكزيرسيس مهم الدراري، كيخدم الكتاف من القدام ومن الجناب كيف ما شفتو الدراري. هاد ليكزيرسيس كان ضروري يضرب فيه اما ضروب ساج اما سوبر ساج، راه غادي يكبر لك الكتاف ديالك بصح، غير طنطنهم غيوليو كاطر ديم شي طروانتي. هذا هو البلان الدراري. المهم الدراري لازمكم البلان ديال الكومونتير دير لي زيكزيرسيس، قولوا لي في الكومونتير واختاروا لي العضله اللي بغيتو، وفي الفلوق الجاي نختار لكم عضله اخرى وندير لكم لي زيكزيرسيس ونشرح لكم البلان بحال الدراري. مهم العشران سالينا الحصة، فرق عن الكشاف مزيان. مادي هو الدراري شحال تعطيو عندهم العام شحال فزيد اخويا مالي؟ يا خويا فرق عن الكشاف تعدى عليا فزيد مالي؟ فزيد انا في 2001 2001 الدراري تبارك الله كيتريني، ضرب 80 كيلو في السوفال تبارك الله كيتريني الدراري. المهم هذا موتيفاسيون ديالكم، اي واحد هنا كيشوف هاد الفلوغ هذا راه هذا موتيفاسيون ديالك، تقول صغير ما ترينيش لا باقي صغير. هو 16 عام طالع في 17 وتبارك الله كيتريني مزيان، دور بلان الدراري. المهم هو غي موتيفيكم، قول لهم اخويا مهدي ضروري شوف ما عمرك في اخر ما تقولش بحال مثلا ما تقولش الا ما ترينيش وهادي، ولا بحال مثلا نبقى تابع صحابي، حيت صحابي راه ما عمرهم صحابك ما عمرهم غيبغيو لك الخير، كاين اللي كيبغيك الخير وكاين اللي ما كيبغيش الخير.
يعني انت مابقاش تعول على بنادم. احسن حاجه احسن حاجه ديرها بنادم راسك فهمتيني، تريني راسك ما بقاش تقول انا صغير لا حق حاش. كاين واحد اللعيبه كاين اللي كيحقر راسو، كاين اللي كيحقر راسو يقول لك لما غادي تريني حديد ما نطوارش ما نطوارش. لا هو تبارك الله قريب لي انا في مترو 88 هو قريب لي ديما عندي واحد ديما كنعبر راسي بالطاك الاديراتيك مزيان مزيان. هو الدراري لا موتيفاسيون ديالكم الواحد هو اللي تريني وما بقاش عاطيني ان شاء الله بصحتو. ويبعد يبعد من الاصدقاء السوء اصدقاء السوء الاخر الزرقاء بزاف حيت كيكونوا الحرام راس الدرب بلاص مش بقى واقف راس الدرب شد شي جردة تريني ولا دير شي بلان بحال اول شيء بعينك بغى يحملوك شي تحسن منهم ولا شوف احسن من ضروري ضوي يشعب حال دور بلان دور بلان الدرب. حنا كنسكنو في احياء شعبيه ولكن كابرين وصلوا سخ وخرجنا نقيين هذا هو البلان الدار. المهم اي واحد كيشوف هذا الفلوق هذا الدري هذا موتيفاسيون ديالكم 16 عام كيتريني بخير عقله نقي هذا هو البلان الدار. نتمنى اي واحد يغير حياته ويدير شي حاجه زوينه يلاه تهلاو وداروا نتقاش افضل خواس العسران. المهم كما سو ترينينا اللعيبه جيت للدار كليت واحد الروب وما صورتش لكم ودابا شي 12 و4 زيد ناخذ الجبن كازين الدراري. بالنسبه للدراري اللي باغين ياكلوا شي وجبه فبروشين بطيء الامتصاص اما تاخذ الكازين ولا خذ الحوت البيض الحوت البيض زوين الدراري ما كيتهضمش دغيا بطيء الامتصاص. وهذا هو الفلوق ديال اليوم الدراري ما بغيتش نطولوا بزاف ونتقاشوا في الفلوق الجاي وما تنساوش ابوني زين بارطاجي في سبورت ديالكم الدراري. Ya Rasulullah.